ولسه مستمرين مع أخبار وزارة التضامن، وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لسيدة مسنة من الشرقية. وكانت الحقيقة صورها انتشرت الأيام اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي بتجلس على الأرض في بركة من الطين، وكمان الوزارة هتصرف ليها مساعدة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل وإعادة بناء منزلها وتأثيثه في أسرع وقت. وزيرة التضامن كانت وجهت فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى وإدارة الدفاع بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وجهتهم بالبحث عن السيدة بعد انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل تم التوصل ليها وهي بتقيم مع ابن شقيقها بإحدى قرى مركز الإبراهيمية. طيب احنا معنا تليفونيا دكتور أمل البحطيطي، أحد المتطوعين بمحافظة الشرقية لمساعدة السيدة المسنة. برحب بيك يا دكتور أمل. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. مبدئيا عايز كده أسأل حضرتك على إزاي وصلتوا لهذه السيدة، وصورها الحقيقة امبارح كانت موجودة بشكل كبير وكانت صور توجع القلب والله، يعني احنا شفناها ويعني صعبت على الناس كلها الحقيقة، والكل كان نفسه يساعد. أنتوا إزاي قدرتوا تتوصلوا لهذه السيدة والإجراءات المتبعة معاها والحياة اللي هي إن شاء الله هتنعم بيها خلال الفترة الجاية؟ هو احنا فوجئنا برضو باتصالات تليفونات بيا امبارح، على اساس ان في حالة زي ما حضرتك بتقول بتوجع القلوب كلها، ومصر كلها اكيد شافتها وجعت قلوب الناس كلها. فانا دخلت على الفيس لقيتها، فعملت اتصال برئيس مجلس الإدارة دار بسمة للإيواء، وانا عضو مجلس إدارة دار بسمة للإيواء ورئيس لجنة المرأة فيها. لما عملت اتصال لقيته فعلا هو مستعد وجاله فعلا تليفونات وقال لي احنا في الطريق بيها. بدأنا نتواصل مع بعض ورحنا البلد. ما تتخيلش، مش عايزة اتكلم على المعاناة اللي احنا شفناها لغاية لما وصلنا للسيدة. فطبعا معاناة من اي زاوية يا دكتور أمل؟ المعاناة في الطريق، في الطريق اللي احنا رحناه. طبعا لما رحنا للست لقينا اهلها محيطين بيها من كل جانب، يعني اهلها موجودين كلهم. اهلها موجودين. امال هي متسابه ازاي كده يا دكتور؟ ما نعرفش، هي بتقول على حد قولها ان هي كانت موجوده يوم المطر الشديده، بعد ما اهلها مشوا دخل ليها اتنين صوروها، وهي قالت في بنتين دخلوا صوروني. طبعا جنبها الجيران هم اهلها برضو، بس هي الصور بتبين ان مفيش كبيره. لا، المكان اللي احنا شفناه في الصور مفيش فيه حتى كرسي يتقعد عليه، هي الست قاعده في الارض وفي طين قديم. نعم، البيت فعلا بتاعها قديم. معايا حضرتك؟ يا فندم. البيت ده قديم جدا، ولكن الاهل كلهم بيحاولوا ياخدوها، بتقعد عندهم يوم واتنين. وهي طبعا الست مسنه فبتحب تقعد في بيتها. هي كفيفه يا فندم؟ لا مش كفيفه، هي اصل ده كان مكتوب على السوشيال ميديا امبارح. لا مش كفيفة. هي عندها عين واحده، هي عملت فيها العملية، ونتيجة السكر ونتيجة الضغط ونتيجة السن الكبير بتاعها طبعا اتأثرت العين شوية. قعدنا معاها اتكلمناها، حاولنا نجيبها معانا دار بسمة، الست رفضت، أهلها رفضوا. أهلها طبعا كان كمية البكاء على حتة الصورة اللي نزلت لمصر كلها بالست. فطبعا قعدنا معاها لوحدنا، كلمناها طب حد مزعلك؟ حد مهمل معاكي؟ حد ما بيراعكيش؟ كل كلامها فعلا بالصدق ان الست بتتراعى منهم، ولكن هي بتحب تروح تقعد في بيتها القديم. وهي بتغصب عليهم ان هي لازم تروح تعيش في بيتها. هما بيروحوا لها الصبح الدور بالليل. وكمان لما احنا اتكلمنا معاها وحاولنا ان احنا ناخدها وحسسناها بالامان وحسسناها ان احنا هنكون موجودين معاها على طول، وان الدار بسمة بيتها التاني، ولكن هي رفضت برضو ان هي تكون معانا. طب قولي لي ايه اللي توفر ليها دكتور امل؟ مجلس الاداره. ايه اللي توفر للست دي؟ ايه اللي توفر ليها؟ احنا قلنا ان احنا هنسيبها شويه لغايه لما نروح تاني مره تانيه نقعد معاها. نقعد معاها عشان بقى نشوف بيتها، لان احنا لما رحنا لها لقينا قرايبها، هي موجوده عند قرايبها، ابن اخوها او ابن اختها.
هي ليها اولاد؟ ليها اولاد يا دكتوره؟ لا لا ملهاش. لا ملهاش. لا ملهاش. هي ست كبيره قوي في السن يعني. لا يعني هي اصلا ما كانتش متزوجه، ملهاش ولاد، ملهاش احفاد؟ لا لا ملهاش ولاد. فقرايبها كلهم محيطين بيها في البيت وكانوا موجودين، وهي كانت موجوده عند ابن اختها. قعدنا هناك عندها، احنا قلنا هنيجي لها تاني على اساس نشوف هي محتاجه مننا ايه. ممكن يكون هي مضغوطه دلوقتي، ولكن بامانه شديده وانا بقولها للناس كلها، اللي انا شفته بعيني غير اللي انا شفته على الفيس. فعلا. ورحنا مرينا عليها في البيت اللي هو القديم دوت، اللي هو بالني، بالطوب الني. هل ممكن تجددوا لها البيت ده يا دكتوره؟ البيت ده ممكن يتجدد ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، بالمشاركه المجتمعيه. والشرقيه مليانه رجال اعمال كويسين جدا، بيشاركوا دايما في عمل الخير، فهنحاول معاهم بحيث ان احنا نشوف لها البيت ونعدل لها. يا رب. بشكرك.